السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد ملف قاطيني دور الصفيح بمدينة تمارا، وأزيد من عشرة آلاف فرد غادروا مدينة تمارا في اتجاه مدينة صخيرات. تم ترحيلهم من مدينة تمارا في اتجاه مدينة صخيرات بعد عملية الهدم اللي شملات البراريك ديالهم وتسليمهم شقق بمدينة صخيرات. فكنتمنى من الله الله يدخل عليهم الشقق ديالهم بالصحة والعافية وطولة العمر. فيما يتعلق بآخر المستجدات ديال الملف ديال قاطيني دور الصفيح، فالعملية متواصلة في أجواء جيدة في دوار بن ناصر الشمالي، في دوار آل الحارث، في ولاد مطار الغربية سيدي محمد الشريف، وكذلك انطلاق عملية الهدم بجامايكا. الأرقام في ارتفاع متواصل. هناك تساؤلات كثيرة، شنو السبب ديال تأخير ديال مجموعة من الملفات ديال واحد الناس اللي دفعوا من الاولين ولكن ما خلصوش كاش؟ من خلال هذا الفيديو غنجاوب على مجموعه من الاسئله ومن بينهم هذا السؤال هذا. فكما كيعرف الجميع، واحد الناس انفوا داروا القرعه ديالهم، مشاو دفعوا 2 مليون باش يخرج لهم الكريدي ديالهم ويوجدوا لهم الوريقات ديالهم. دازت عام ديال الايام والناس باقي ما خرج لهم الكريدي ديالهم، باقي ما ريبوش. عام ديال باش بداو الناس الاجراءات ديالهم وباقي ما ريبوش. هنا التساؤل او السؤال المطروح، وهذه رساله للسلطات المحليه باش تشوف مكامن الخلل. لان عندما يلتزم رب الاسره بالالتزام على اساس نهار شهر ونهار، خاص يكون باشر العملية ديال تسوية الوضعية القانونية والمالية، فكذلك نناشد الجهات المسؤولة لا من إسكان ولا من السلطات المحلية ولا من نوطيرة ولا من بانكا على أساس يسرعوا الوتيرة ديال تحضير الملفات من أجل المرور للمراحل المقبلة، كالإخبار ديال السيدة النوطيرة للسلطات المحلية بالأسماء اللوائح اللي غادي تشرف على اللي غيتم إخبارها بأن عملية الهدم غادي تكون عندها في واحد التاريخ اللي هو محدد. لأن إلا رديتو معنا البال، أغلب الناس أغلب الأسر اللي ريبوا فهما ناس اللي عندهم خلصوا الكاش. الناس اللي خلصوا الكاش هما الناس اللي مشاو للسخيرات. ما كنهضروش على الناس ديال السيكتور 2 و3، كنهضروا على الناس ديال السيكتور 4 و5، كنهضروا على الناس ديال السيكتور 6 و7. هاد الناس كلهم اصحاب الكاش باقين ما مشاوش. اصحاب الكريدي راه دوخاتني الشمس، كنعتذر والله العظيم الا الشمس قاصحه شويه دابا ديال العصر. كما قلت لكم، اصحاب الكريدي باقي ما دازوش في عمليه الهدم. يعني اغلب الناس اللي مشاو لمدينه الصخيرات في السيكتور 4 و5 و6 و7 فهما ناس ديال الكاش. الله يسهل عليهم، الله يزيدهم. نتمنوا من الله يا رب تفرج على الناس ديال الكريدي، يتطلق لهم هذا المشكل اللي عندهم على اساس باش يلتحقوا بالشقق ديالهم. كذلك كنتمنوا من الله عز وجل العلي القادر، وحنا في هذا النهار الكبير عند الله، انه يتحل المشكل ديال الناس مساكن اللي ما عندهمش. كاين اسر ما عندهمش، ما نكذبوش على راسنا، كاين اسر واحد النسبه تكون قليله تكون كثيره، كاينين ما عندهمش باش يخلصوا. فنتمنى من الله الجهات المسؤوله انها تلقى شي صيغه باش الامور تمشي في الطريق الصحيح. وكذلك اقولها واكررها، رسالتنا للسلطات المحليه انها تشوف من حال
أصحاب الشكايات. شوف من حال أصحاب الشكايات، أصحاب الشكايات ينتظرون بفارغ الصبر أزيد من سنة، أزيد من سنة من الانتظار. كنظن أنه الإجراءات ديال الشكايات ما كتطلب شي حاجة اللي هي تعجيزية، فلا ربما من خلال عملية الهدم والمراقبة واللجنة اللي كتكون كدور، فراه باين اللي ساكن وباين اللي ما ساكنش، وراه حنا كنعرفوا حتى شي حاجة ما كتخفى. ربما كيوقع الخطأ نهار الإحصاء أو بحضور اللجنة أو أثناء عملية الفرس أو ما شابه ذلك. فرجاء كنتمنوا من الله تسوى الوضعية ديال صحاب الشكايات باش يدخلوا تما في القرعة، باش الأمور تمشي مزيان، باش الامور تمشي، لان الناس كتمشي، جيرانها كتمشي كتخلص، هو باقي كيتسنى ازيد من سنه باش المشكل الشكايات يتحل. فانا السؤال المطروح، اشنو هي المعايير المتخذه من اجل تسويه الوضعيه ديال اصحاب الشكايات؟ هذا سؤال خاصنا نعرفوا شنو المشكل اللي عند اصحاب الشكايات اللي باقي ليومنا هذا باقي ما تشافش جيتهم. فكنتمنوا من الله ان نسمعوا القرعه ديالهم في القريب العاجل، كنتمنوا من الله نسمعوا القرعه ديالهم في القريب العاجل باش حتى هما على الاقل على الاقل نخفوا عليهم هاد الضغط الرهيب اللي كيعيشوه، ضغط رهيب كيعيشوه. فنتمنوا من الله الفرج في القادم ديال الايام، وكنتمنوا مع الدخول هاد الشهر 11، فكنتمنوا من الله انهم حتى يتعلموا ويتخبروا باش يقادوا امورهم، باش يلاه يلاه يجيبوها حتى هما كما كنقولوا قد قدر. ما يمكنش كنهضروا على ناس مساكن اللي دابا حاليا جيرانهم كلهم ريبوا، باقي هما مساكن في جناب ديال الردم تما وفي واحد الوضع اللي هو كارثي. ولكم ان تزوروا الجنبات ديال الدواوير اللي شملاتها عمليه الهدم وتشوفوا الناس في واحد الوضع كارثي، واللي جا كيلوح الردم وواحد الوضع اللي ماشي هو هذاك. فنتمنوا من الله الخير، والله يدير شي فرج، الله يدير شي فرج. هادشي كامل غادي يساعد على عمليه هدم جيده. فكنتمنوا من السلطات المحليه تاخذ بعين الاعتبار المساله ديال صحاب الشكايات والناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا، ونتمنوا من الله الخير للجميع. هذا هو اللي كاين، نتمنوا من الله الخير للجميع. كما كتشوفوا مدينه التماره نهار على نهار كتبدل فيها شي حاجه، فنتمنوا من الله الخير للقدام. إلى هنا مجتبينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.